يعني بحب المقدمة تبعت العبرانيين اللي بتقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل أيضا العالمين بالظبط. الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا صار إيش صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. يعني المسيح أكمل العمل بجدارة صار عنده الكفاءة أن يكون أعظم لأنه فعلا أكمل العمل. وإن كان الإنسان في صورة في مرتبة أقل من الملائكة، فالذي وضع قليلا عن الملائكة لأنه تجسد، لكنه لأنه أنجز إنجازات عظيمة جدا بتجسده، فهو رغم أنه في رتبة كإنسان أقل من الملائكة، لكنه في نفس الوقت لأنه أنجز إنجازات عظيمة جدا فهو أعظم من الملائكة.